مشاهدينا للحديث عن الموضوع معنا عبر الهاتف أو عبر سكايب من بون الألمانية رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبار السيد جاسم محمد. سيد جاسم مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. مدى خطورة هذه الهجمات باستخدام تطبيقات مشفرة برأيكم؟ استخدام يعني التشفير أو الشبكة المظلمة أو الشبكة العميقة هو أسلوب بدأ يستخدم تنظيم داعش بعد أن فشل أن يقوم بتصميم أو تنفيذ أو اعتماد سايبر خاص، ما يسمى سايبر الخلافة، أو منصات خاصة بالتنظيم بسبب يعني الملاحقة والمتابعة من قبل أجهزة مكافحة الإرهاب والتطرف، فبدأ يعتمد الشبكات العميقة أو الشبكة المظلمة. من خلالها يمكن الدخول إلى داخل هذه الشبكة لإجراء اتصالات، هذه الاتصالات لأغراض إرهابية تكون بعيدة عن أعين أجهزة مكافحة الإرهاب والتطرف. فإذا هو منحى جديد برغم تراجع التنظيم، لكن هو يحاول أن يجد أي ثغرة من أجل بث الدعاية وكذلك إجراء تواصل ربما مع أنصار جدد أو مقاتلين جدد أو حتى مع أعضاء التنظيم في سبيل التخطيط إلى عمليات إرهابية. نعم سيد جاسم، هل يحتاج أيضا إلى جهود دولية لمحاربة أو لإيقاف كما يحدث مع الهجمات الإلكترونية المعتادة في السابق؟ بالتأكيد الجهود الدولية هي بحاجة، يعني لا توجد دولة بمفردها تكافح الإرهاب أو تقاتل تنظيم داعش والجماعات المتطرفة، ويعني وهذا ما أثبت التحالف الدولي والتحالف الإقليمي أيضا. فنجد أنه تنسيق التعاون الاستخباراتي، تعزيز التعاون الاستخباراتي، تقاسم المعلومات، هذه جميعها بالتأكيد أنه تعتبر يعني فرصة إلى إجراء جهود في مكافحة الإرهاب فيما يتعلق في أستراليا على سبيل المثال، برغم أنه الجغرافيا ربما أستراليا معزولة نسبيا، لكن هي تعتبر دول جنوب شرق آسيا التي يتواجد بها التنظيم في أعقاب خسارته في العراق وسوريا وتوجهها خاصة إلى الفلبين وحتى إلى إندونيسيا، تعتبرها هي الحديقة الخلفية وممكن أن ينفذ هذه الجماعات المتطرفة عمليات إرهابية داخل هذه الدول أو ضد أستراليا. فإذا التنسيق الدولي والتعاون هو مطلوب. سيد جاسم، أيضا هناك حديث حول هجوم إلكتروني متوقع على دول أوروبية، ما الذي تم حتى الآن لمنع تلك الهجمات؟ ما يتعلق في المفوضية الأوروبية هنالك جهود، هنالك وحدات وهنالك منصات، وكذلك هنالك منصة ليز يورو التي تقوم في تعزيز تبادل المعلومات أو تشغيل آلية تبادل المعلومات والمنصات فيما بينها. هذه وحدة من أحدث الإجراءات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية. إضافة إلى ذلك هنالك جهود تبذل من قبل المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي في إيجاد اتفاقات وبروتوكولات مع منصات الإنترنت وكذلك محركات الإنترنت في سبيل منع الدعاية المتطرفة وحذف المحتويات التي تدعو إلى الدعاية أو إلى التمجيد بتنظيم داعش. ما عدا ذلك هنالك أيضا قوانين جديدة تم إصدارها من قبل دول أوروبا بفرض الغرامات والعقوبات على الترويج لدعاية تنظيم داعش. من مدينة بون الألمانية حدثنا رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، شكرا جزيلا لك.